انا بالنسبه لي كرجاوي من اللعاب الاهم اللي كيخصهم يكونوا في الماتش هو سفيان الرحيمي ومالونكو. هاد اللعابه هادو تقريبا الفرقه كامله هي اللي كتركز عليهم كلها، فهمتي؟ 11 لعابه وما جوج لعابه هما اللي كيخصهم يطلعوا باساج كلشي. وسيرتو رحيمي بان هاد العام مزيان، والراجا داكشي اللي دارت الراجا، حيت حتى الراجا عنده واحد النقص في في في, في الماليه ديالهم، عندهم نقص في الفلوس يخلصوا اللعابه وداكشي، ضحاو برحيمي ومالونكو حيت هما اكثر لعابه اللي في البطوله اللي قدروا يستحقوا الفلوس. فرطوا في رحيمي باعوه، فرطوا في مالونكو، هادشي ما خصهمش الراجا ما خصهاش دير بحال هكا، حيت الراجا من الفرق الكبار العريقه. الحل هو يجيبوا خاص في الجامع العام يديروا، يريحوا مع المسؤولين وداكشي، ويديروا واحد اعاده نظر باش يجيبوا لعابه يكونوا في المستوى اللي يكونوا تقريبا في النيفو ديال رحيمي ومالونكو الفوق، حيت ما يمكنش تجيب لعاب وسيرتو بحال رحيمي ما تلقاش شي لعاب بحاله في البطوله الوطنيه. رحيمي لعاب راه تبارك الله راه شتي وكيتقاتل وغادي بالنيفو ديالو لقدام، يعني فرطات فيه الراجا، ما كاينش شي لعاب بحاله. وكنتمناو المسؤولين يديروا اعاده نظر في هادشي اللي داروه ويجيبوا لعابه في المستوى هذا العام باش ناخذوا البطوله ان شاء الله ديال 2022. الشيبي عارف اش كيدير، يعني جا فرق، جا تونسي هو عاد ديك البونزار تو الشيبي، يعني جا قاد فرقه بلا ما ندوي، دينا كوب كاس كونفدراليه بطوله ماشي مشكل، دينا في زمان كورونا، هادشي اللي غنقول وعاش الرجاء، واللي ما كيبغيش الرجاء عندو مارد، حنا كنحبوا الرجاء. هي شوف الركائز ديمك يعني بنادم يتغير شويه، فهمتي؟ صافي لعبوا داروا محاولة، نجيب لنا عاوتاني شي لعابة نشوفو نسقيو عويناتنا عاوتاني. مالونكو قد ما بقى كون بقى في الرجاء قد ما بقى غيمشي بحالو غيمشي بحالو، نقلبوا على البديل، والبديل راه عندنا في راه عندنا فرقة ديال الشبان، إلا قلبوا غيلقاو فيها، راه ما لقاو الخلاف شحال هذه باش لقاو الخلاف، حنا ما نبقاوش عاضين بجهة واحدة. والقضية ديال الجمع العام، الجمع العام شحال هذه خصو يدار، ملي هرب السي زياس هرب تما كاين خصو يدار الجمع العام، ما يعطيوش كاع هاد الرئيس الناس كاع ما يعطيو كاع هاد الفرقه كاع يسيرها، حيت فين ما تيهضرش يقول لك الازمه الازمه الازمه، الازمه راه ولادها يحيدوها، راه الجمهور يحيد الازمه، راه يبيعوا هاد الدراري ديال المدرسه يعطيهم مراقبهم في اخره العام، الدراري ديال لي سبورت يعطيهم مراقبهم في اخره العام، وتيسلخوهم ملي تيلعبوا معاهم، هادو كل واحد يبيعوه يصوروا فيه قيمته باش يحيدوا النص في الازمه، بلا ما بقاو يتسطاو عنا. هما بغاو يتصوروا مع سيدنا وتيقول لنا حنا الازمه وتيتسطاو عندنا خصنا نبيعوا هذا خصنا نبيعوا هذا، راه عندنا البديل ماشي ما عندناش، راه ماشي قلبوا الوسط منكم تلقاو البديل، راه ولادكم تيسلخوكم، ولادنا تيسلخونا، بلا ما نبقاو نضربوا الشمس بالغربال. وواحد القضيه نطرق لها مزيانه، القضيه خدمي نطرق لها باش يفهموا الرجاويين، راه خاص الشطابه يبقى على الطنطاوي ويعري طبعا كلشي طنطاوي يعري اللي بقى صافي، هذه هو اللي خصني نطرق ليها انا مزيان، حيت هذوك الناس راه واكلين شاربين راه تيستناو على الفينال ديال كاس محمد السادس باش يدخلوا يتصوروا علينا. وواحد القضيه اخرى شي بودريقه، هذه هو اللي جبان فين خصو يرجع، حيت الوقيته كان تيسير كان ما عندوش العقل باش كان تيسير، كنضحكوا عليه ضحكوا عليه شي ناس بلا ما نذكر سميتهم ضحكوا عليه، دابا راه عرف راسو عرف الغلط واخا عنده واحد اتجاه اخر غيمشي ليه الله يسهل عليه، المهم الا رجع هو اللي غيصلح في هذه الحاله هذه هو اللي غيصلح للرجاء. تولينا مالونكو الرحيمي بدر بانون هو كان مشى الرجاء ما بقى فيها والو، راه كان الرحيمي مالونكو هما اللي هزينا، امي تولي تا هو بدا كيعيا، وهذا الشيء اللي داروا ما نفع الموال. الجمع العام اخويا خاصهم يحيدوا الرئيس ويجيبوا رئيس جديد ولعابه جداد، فهمتي؟ اصلا الراجل ما بقى فيه والو، ما بقاش كيما كانش، كاع اللعابه اللي كانوا مشاو، والجمع العام راه خرجوا بها حيتاش الجمهور دار احتجاج في الوزيز، داك الشيء علاش اكانا. لا خروج ديال رحيمي من الفرقه راه ماشي شي حاجه اللي مزيانه للفرقه، وخروج ديال مالونكو كلشي من المكتب كنتمناو يحيد المكتب ويجيبوا محسن، واخا يديروا الجمع العام خاص المكتب يتحيد، ولكن راه حتى حاجة ما مزيانة للفرقة لحد الآن.